والفعل المعتل، كي نقارن بين الفعل الصحيح والفعل المعتل. الأمثلة: يئس الفلاح من خدمة الأرض، وصل محمد إلى المدينة، باع التاجر البضاعة، سقى خالد الأزهار، رسم الفنان لوحة رائعة. يئس الفلاح من خدمة الأرض، وصل محمد إلى المدينة، باع التاجر البضاعة، سقى خالد الأزهار، رسم الفنان لوحة رائعة. إذا لاحظنا تأملنا هذه الجمل جيدا، نجد هذه الجمل فعلية، أننا جمل جمل فعلية وجمل اسمية. لماذا؟ لأنها كلها تبتدئ بالفعل: يئس، وصل، باع، سقى، رسم. من هو الفعل؟ هل هو ماضي أو مضارع؟ هذه الأفعال تتكون كلها من ثلاثة أحرف: يئس، وصل، باع، سقى، رسم. نلاحظ جيدا الأحرف الملونة بالأحمر، ياء وألف، ألف هنا غير ليس معتل. إذا هذه الحروف الملونة نسميها حروف العبرة، نسميها الياء. أنا الياء، الواو، والألف، اللي نسميها حروف العبرة. إذا كان الفعل أحد حروفه الأصلية، حرف من هذه الحروف العبرة أي الياء أو الواو أو الألف، نسميه فعل معتل. فعل معتل. إذا نرى الجملة عندها حرف الياء، يئس هو فعل ماضي، يئس يئس، فعل أصل، هذه حرف أصل، أنا حرف عبرة. كذلك وصل، وصل يصل، وصل في الماضي، يصل في المضارع. إذا الواو هو حرف أصلي، الحرف من حروف العبرة. كذلك عندنا المد، الألف، باع، باع، باع يبيع، هذا حرف أصلي، هذا حرف عبرة. سقى، سقى يسقي، إذا حرف أصلي، حرف عبرة أيضا. رسم، هذا الفعل لا يحتوي على أي حرف من الحروف العلمية، هل إنه ياء؟ لا، هو لا، ألف. إذا هذا لا يحتوي، لم تشمل حروف لحرف من حروف العلم، فهو فعل صحيح. رسم نسميه فعل صحيح، يعني أنا خليت حروفه من حروف العبرة، فعل صحيح. إذا ولكن مثلا في الجملة الأولى بدأ الفعل بحرف العبرة، الجملة الثانية أيضا، الجملة الثالثة في الوسط أنا الحرف الثاني، الجملة الرابعة كان حرف العبرة في آخر الفعل، هنا فعل صحيح. إذا كان الفعل معتل حرف لكم في أول الفعل، نقول معتل الأول، معتل الأول، وكذلك نسميه فعل معتل مثال، فعل مثال.
مثال معناه محتلف الأول ذاك مثل صف وصل وقف إلى غير ذلك. إحنا باع محتل الوسط لأن حرف علم جاء في وسط الفعل لو تكون من تلك الحرف إذا الحرف الثاني جاء حرف العلة. إذا نقول معتب النوع الثاني معتب الوسط ونسميه الأجوز الفعل أجوز الفعل أجوز مثل نال نام الفعل في الماضي حروفه تكون فيه أصلية. نوع الفعل سقى أنا نسميه المعتل الأخير سقى نسميه فعل الناقص أنا المعتل الأخير نسميه فعل الناقص. سقى مشى إلى غير ذلك. إذا أنواع الفعل ثلاثة عندنا واحتل أول وسميه المثال في المثال وعندنا معتل الوسط وسميه الأجوز فعل الأجوز وعندنا معتل أخير أخير سميه الفعل الناقص من الحرف العلة معتل أول من الحرف يكون في أول الفعل يسمى المثال وهنا معتل وسط من الحرف العلة يكون وسط الفعل سميه الأجوز وهنا يكون حرف العلة في آخر الفعل ونسميه الفعل الناقص. إذا من خلال ما لاحظنا في الجمل استنتج لي حروف العلة هي الألف الواو الياء الأفعال التي تشتمل على حروف علة أصلية هي أفعال معتلة الأفعال المعتلة ثلاثة أنواع معتل الأول أو نسميه فعل المثال مثل وصل النوع الثاني هو معتل الوسط ونسميه أيضا فعل أجوز مثل قام النوع الثالث والأخير هو معتل الأخير ونسميه أيضا فعل الناقص مثل سعى الأفعال الصحيحة هي الأفعال التي لا تشتمل على حروف العلة مثل كتب نرى أن هذه الحروف الأصلية لا تحتوي على أي حرف من حروف العلة هل عندها ألف ليس عندها لا ألف ولا واو ولا ياء جلس أيضا قرأ الآن في التطبيق سطر تحت الأفعال ولون حرف العلة كتب التلميذ الدرس مشى الرجل مسافة بعيدة وصل القطار إلى المحطة نال المتفوق الجائزة إذا نلون عفوا نسطر تحت الأفعال وألون حرف العلة نصحح هذا التمرين إذا قلنا نسطر تحت الأفعال
كتبها فاء. الثانية مشى الرجل مساء مشى فاء أيضا. وصل القطار إلى المحطة، أين هو الفعل؟ هو وصل. نال المتفوق الجائزة، الفعل هو نال. ثم نلون حرف العلة، قل حروف العلة هي الألف الواو والياء. هنا عندي نشا ألف مكسورة، وصل بدأ الفعل بحرف واو بحرف العلة. نال المد ألف حرف العلة. هكذا انتهينا من درس الحفل الفعل والجمع في الصحيح، سنلتقي ان شاء الله في الحصه القادمه.